ثورة بلوغ سن 18 سنة أيوة. قبل دعوة الناخبين للانتخاب هو داخل قاعدة بيانات الناخبين. كويس. بعد ما بسيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بيدعو للانتخاب بتغلق قاعدة بيانات الناخبين. كويس. وبالتالي كل مواطني جمهورية مصر العربية مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين. كم العدد؟ إلا الأول. إلا اللي هم عندهم اللي بيأدوا الخدمة العسكرية اللي عليهم أحكام قضائية وتم إعلانهم واخترنا بيها بيتم رفعهم الجنسية اللي سقطت عنه الجنسية الوفيات طبعا الحاجات دي. هم دي الحالات اللي بيبقى خارج القاعدة. كويس. بس فأي مواطن من حقه طبعا إلا بصوته. كويس. طيب العدد كام النهاردة بتكلم جدول الناخبين كله لهم حق الانتخابات داخل او خارج مصر؟ وفندم بالنسبه لقاعده بيانات الناخبين حتى طبعا اول ما تم الاغلاق كان تقريبا في حدود ال 67 68 طبعا. بيتم دلوقتي بالنسبه للتنقيه للوفيات او خلافه وبعد كمان تصويت المصريين في الخارج بيتم رفع اسماء اللي صوتوا عشان نمكن اللي في الداخل ان شاء الله بادلاء بصوته. طيب عظيم. المواطن اللي موجود بره التصويت من الساعة كام للساعة كام حسب كل دولة؟ قرار المجلس الإدارة منصب ان عمل لجان الانتخابات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء وبيتخللها ساعة راحة. ده في على مكافة الانتخابات في الداخل او في الخارج. طيب سيادة المستشار احمد دلوقتي فيما يتعلق ب من سيتولوا عملية الإشراف على الانتخابات في الخارج في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية، إيه اللي تم ليهم تدريب؟ هل اتكلمتوا معاهم؟ قعدتوا معاهم؟ شرحت لهم عملية انتخابية تتم إزاي؟ التسهيلات تتم إزاي؟ اتعاملوا إزاي مع الناخبين اللي جايين؟ إعمالا للقانون هو المنوط به الإشراف على عملية الانتخاب في الخارج هم الدبلوماسيين وأعضاء السلك الدبلوماسي. أيوه. وتم فعلا تم اللقاء بالسادة السفراء اللي هم تم اعتمادهم حديثا وفي وزارة الخارجية وتم اعداد دورة مبسطة للعمل ثم تم اعداد برضو دورة اخرى يعني تنسيقية بيننا وبين الخارجية في الفيديو كونفرنس وتم حاطط كافة السادة الرؤساء اللجان هم السادة السفراء باعمال اللجان وكيفية التعامل مع العمل الانتخابي وكيفية إجراء عملية الفرز والفصل ما بين الأصوات الباطلة والصحيحة وهم فعلا على قد المسؤولية وواجهة مصر. نعم. هم واجهة مصر طبعًا. بالفعل. طيب هل لا مسألة التصويت 3 أيام هم اللي بيفرزوا بره ولا الفرز بيجينا احنا للهيئة الوطنية للانتخابات هنا؟ ايه اللي بيتم؟ كل ما هو منوط برئيس اللجنة الفرعية داخل جمهورية مصر العربية هو ذاته منوط بالسادة السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي، يعني هو بيقوم بعمل القاضي حال تواجده برئاسة هذه اللجان، وبالتالي فور انتهاء من غلق اليوم الثالث من التصويت بعد ما عاد الانتهاء الساعة 9 مساء مع مغادرة كافة الناخبين المتواجدين في المقر، بيقوم السيد رئيس اللجنة بفتح الصندوق ويبتدي يعمل إجراء عملية الفرز في حضور إذا كان أحد ممثلي المرشحين متواجدين. عظيم. وبالتالي بيتم الفرز في حضور لو في ليهم مندوبين بره؟ طبعا بيبقى لو في ممثل عن أي من السادة المرشحين هو حاليا دلوقتي بيتم فعلا تقديم من السادة المرشحين أسماء الممثلين عنهم وبيتم إختار الخارجية لإختار السفارات اللي هيتواجد فيها الممثلين بالفعل من أربع مرشحين مش كده؟ طبعا لأن السفارات المصرية في خارج جمهورية مصر العربية لها طبيعة وتعامل لازم إختارهم بمن يتواجد في الوقت الحالي يعني ما ينفعش أي حد يروح يقعد لازم يبقى عارفين مين اللي هيتواجد بصفة مستمرة خلال عملية الانتخاب اللي هيبقى قاعد في مقر البعثة بالظبط كده اللي هي مقر لجنة الانتخاب لجنة انتخابية تمام كم بعثة عندي فيها انتخابات في الخارج ان شاء الله؟ احنا عندنا 137 مقر في 121 دولة ان شاء الله. عظيم. النهارده نقدر نقول كل الاوراق الخاصة بالانتخابات وصلت عندهم جاهزين مستعدين اتممتوا عليهم بشكل كامل خلاص؟
ما هو في بداية الحوار مع حضرتك احنا رفعنا كفاءة الحاسب الآلي، لأن احنا بنحمل كافة أوراق الانتخاب من نماذج ومحاضر على البرنامج الخاص ما بين الربط بيننا وما بين السفارات عبر أجهزة الحاسب الآلي على شبكة خاصة بينا مؤمنة. بيتم رفع كافة الأوراق وبيتم السيد رئيس اللجنة أو السيد السفير أو القنصل أو المسؤول بيدخل بنديله باسورد بيدخل بيه وبيتم على ضوء طباعة النماذج المتعلقة بمحاضر فتح وغلق وكذا بطاقة الاقتراع. كويس أوي. طيب فإذا زي ما إن شاء الله نبدأ يوم الجمعة بإذن الله، ثم بعد كده بنستعد الفترة دي بيبقى فيه دعاية انتخابية ولا الدعاية تتوقف؟ بص يا فندم، هو طبعا الصمت الانتخابي قبل إجراء عملية الانتخاب ب 48 ساعة. فاحنا ان شاء الله انتخاباتنا يوم الجمعة اللي هي 1 ديسمبر، التوقف عن الدعاية الانتخابية في الخارج يوم الاربعاء ان شاء الله. لا طب السادة المرشحين كلهم موجودين هنا ممنوع يتكلموا في مؤتمرات اعتبارا من يوم الاربعاء ولا وارد؟ بص يا احمد بيه، هو القانون واضح وصريح. الصمت الانتخابي هو متعلق بعمل انتخابات. عمل انتخابات